الجريمة عموما تحديا كبيرا بالنسبة للدولة والمجتمع، وضمن أنواع الجرائم هناك حالة العود التي هي في تفاقم مستمر وعددها يتضخم. ذلك أن تعبير عن فشل المنظومة سواء الجنائية أو التربوية الأسرية التعليمية وسائل التنشئة الاجتماعية، هذا ما يجعل من هذا الموضوع ذا أهمية خاصة. لذلك فقد وفقت المندوبية العامة للسجون حينما جعلت هذا الموضوع وموضوع هذه الجامعة الخريفية. نحن الآن في مرحلة بلورات أجوبة على أسئلة ذات الطبيعة تنتمي إلى سلك كل ما له علاقة بالسياسة الجنائية، من خلال مناقشة الآن مشروع قانون الجنائي الذي يوجد الآن في البرلمان، وأيضا بلورات مشروع قانون المسطرة الجنائية وغيرها من المشاريع الأساسية. لذلك فإن عقد مثل هذه الندوات ومناقشة هذه القضايا الحساسة من شأنه أن يجيب بشكل واضح وحاسم كما نأمل على الأسئلة المطروحة لكي نحد من الجريمة عموما ومن حالة العود خصوصا التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم المجتمعي. شكرا لكم. العود هي ظاهرة معقدة تتدخل فيها كثير من الاعتبارات، وهي ظاهرة مقلقة تسائلنا جميعا. هي ناقوس خطر وتنبيه لوجود مشكل عويص واستفحال هذه الظاهرة، مما يؤكد عجز المقاربة التي انتهجناها لحد اليوم على مواجهة هذه الظاهرة، ولما أيضا يؤكد أن الاستراتيجيات التي اتبعناها لم تصل إلى هدفها. إذن العود هو ظاهرة مقلقة، ظاهرة تسائلنا جميعا كحكومة، كمجتمع مدني، كمؤسسات قضائية وكجامعات. الهدف ديال العقوبة السجنية ماشي فقط حرمان الإنسان من الحرية ديالو وعزله عن المجتمع، وإنما أيضا إعداده لكي يندمج من جديد في المجتمع بعد إعادة تربيته وتكوينه وتهذيبه. ملي كترتفع نسب العود فهذا مؤشر مقلق، ولا بد أن نواجه أنفسنا بصراحة لنقول أن هذا مؤشر على فشل الاستراتيجيات التي اعتمدناها في الماضي. إذن هذه الجامعة بما تجمعه من خبرات علمية كبيرة من مسؤولين وأكاديميين وبما سينتج عنها من مخرجات ومن توصيات، ستمكننا نحن في وزارة العدل أولا من تجويد النصوص اللي هي اليوم قيد المناقشة أمام البرلمان، والتي هي في مراحل الإعداد النهائي في وزارة العدل، خاصة ما يتعلق بمشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية. بطبيعة الحال مع التأكيد أن الرد القانوني والرد الشرعي وحده لا يكفي، لا بد من نظرة مندمجة ومن رفع مستوى التنسيق بين كل الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والقضائية والتشريعية بتعاون مع مكونات المجتمع المدني لكي نواجه هذه المعضلة المؤلمة.